الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما وصل جان ذكر الزنا وتقدمنا سيد بابي دلان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أو شي جزوانا أو نوي منها يتشيج مو فرق شيني، يعني على يكون بي يتشيج بها رجع بحساب نوايا أو توشي سرطاني خيني مو سرطاني خينيش سوكو جراني هي أو زو جرانا كي قلتو سيدر زو فاشي مرازعات كردني دكتور وفحوصاته مختبر وبين وردا درسو لنتائج مختبراتي كسرطاني خيني هي والله علاج يعملو أنا درزي كيميائي في دولة نوزا سي نوع درزية سبحان الله درزية شيان نوع شيان هتا يستاهل بدز مكت نلا هوليري نلا سليماني نلا يعني سيزيان مع لبغداد ولا مصر شهر بدز مكت نوع شيان دو نوع كيدية درزي كيميائي يعني ليلة دا لفقرات عيب نبي لفشتي كنا شيان كرديا يكسر لفقرات يعني دا أو درزي كيميائي يعني وزا حقتي بدايتك هي دو درزيان تيكل ذكر أو زل يعني ده بس باشي دو سي حفتي دي كرديان هيك درزي لي على ده أو نتيجة درزي كان شو كده درزي كان شيء مياه بس كاينه ما بس زمانه ولا باشا باشا يعني عند علاج طبي كده درزي شيء مياه هات شيء خاصة خانه أو لا إلا تاثر ديف يعني هست كده أم تشيجا زوانا فاقي كده تصبر بار صبر فاقي يعني فاقي ده كده أو عنده كيو ما عندي بو بخواي بنتيجة هو خاصة خانة يعني مقصد يعني بلي بنتيجة خاصة خانة سرطانك يا حالك سرطانك إيش فاقي ده كده أمن بخوم بخوم بقناعتي الشخصي خمس من ذلك بري يخوم يا إينه ما معلش عن ليه لأن الكوية بلي بقناعتي خوم أمن بكا حساب كتابي مع مستر علي زاني طبعا هو موضوع قراني هو هم من هذا خصمت كاري القرآن هنا ده زاني قرآن شيء كده بس ده هيا مثلا خوا شفاء بدرس يكشي دنيري وبدرس هم كسر شفاء نانيري وده ما مستع علي ك كخوا أو بهلاي دايتي خوا عمري دريش كخوا خوا بيه اللي بو مسلمانان كأو بهري دايتي أمجنا وبانجي ما مستع علي من زاني أو زوب ومن أو بس كذبانم إنا كل ما مستع علي بواسطي كأو ظلامة شي وسم بواسطي ما مستع مسعودي هاتي لكن ما مستع علي ولو أبي شي ندويز بس هاد لبو ري لبو ديتنا ري ولا أو لكن ما مستع من دانا برشي لسخن دو علازة كشي داني كأغوبي هشعات قرآن لبي جوي لبي أزاق اللي جوشي نبي جو اللي بيحتياري نمالي هنجوني ورشكش أو هنجونش خداي رب العالمين أو القرآن إذا فرميتي كهنجون شفاء لبوه من خوششي ورشكش في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي يعني بهر دو شيء كزنا تاني فانا أو بيس تي بس فيش فرمودي خوا أي شيء في عمر يعني ما هو سجان أتو أو علاجي كما مستع علي داين على بو أو شيء جزوان الكوا رجع هالساعة جل القرآن راجلي وهنجينو رشكشي بدي كعلاج ما مستاد كير فرقك الديني يعني بين علاج ما مستاي كأو ما هو مدي لبو يدعنا ما مستا لقر بيني لقر أو علاجاني كلا بغيري قرآن السنة كراها بخوة كاشو ذا أما الموضوع فرقكي أما هر أول شبي وشهات مئيرا ليرة سومو نبوس بني أما بخون فرقكم لم ضالك بدي بخون فرقكم هس بيكر بس هر وشي بيم هدي بوتم سكون مدارك اي خون يا امنا قال اي خون با تي دي نم دبر دو خستخاني ولا ما مستاش ري دام قلتي بي بنو خستخاني قال درز كاني لي بدنو بله بس قال اي خون با ما دشم دارك بله وازم علاج خستخاني دينا ادي استانه تي زي سبا من دار استانه تي زي باش اوي كا ما مستام مدلو دانا باش ما مستام مدلو دانا بس مدكشي تصل روجو زان سوليه كا لبستيش على اساس بي انه كلمه مستاش سريه بينو زو است پاشی بیستی یک روزی روزه هشت ساعت قرآن جولی بودنو روزه سه زمان هنجون پارده هنجون روش که کی هر هنجون روش که پیشی لا خودی نی
او علاجه وخلال بستوي خروجي او بخوتان دبين لو بدايتش وشيهات خو ما مصام مسؤول بخوي خوديتو بله يعني استا برن نخوش كي برو كوتايتو والله ام بقناعتي من اه فتشيرا دكتور عير باش باش فحوصات كده على خستخاني بابي بخوي برديتي دكتورة كانسر في ستاروش بي لو يبيشتر بابي بخوي بردي فحوصاتي لو كده لا دكتوري لك دكتور يعني طبعا بله فحوصات الشيء ده بقول الشيخ الله يناك فحوصاتي لو كده قلتي لو هي حفتك بيشتر بابي هات هو سكون حفت همو حفتك درزيك يعني وده انا ابو بيشي اويكا درزيك اللي بدري فحوصات يعني وده كده آیا پیشتی بخینیه یا پیشتی بخینیه؟ اول دو هفته یا بزنم فینیان تیانه کدیا. پیشتر همون هفته اند با بطل خینه شی لب و پیا کن. از خینه شی او ناقص بود. با هولیری همو جیرب که حتی او ناقص مامد از ذکری. لقای بزیاد بی او بکاریگری کلامی رب العالمینو با فرموده که پیغمبری نازدارمان صلی الله علیه و سلم با قربانی من همون لعکمان. بدستي ما مستع عليش أو خواش فايل أبو ناردو الحمد لله سرطانك نما در سيد رزقك هر هيتي نما باش فحوصات ومختبرات ما شاء الله بسيارة زنا وتكن يعني استعاتو تلو أخذ كي بازك يعني تلو بوخذ كي دري كوا قرآن يعني تلو سوتشي خان كان لما لا تلو سر بوتي كان تلو ديانا يعني بستكتوزي لسر كي ياخذ قران يعني وا وا اخ خل كانك وا هزك قران بس خويا يقول له يدانا تلا تازكان تلا سقبرانا كان بخيندري ياخذ له مال دابندري وكو اشتشي مباركو توزي لسبنيشي وبتا زي زال زارك او اشتانا يعني اتو كو تيجيشي ياخذ تبو خل كيدري كوا قران استا او حتى نو ميداني الطبي حالتي خاطرترین نخوش که سرطانه و هر اول یکم نخوش نیه و بسادان نخوش و تل سرطان تل سکری تل زخد و هموی با قرآنه و خواه گورش فایده یعنی خواه گوره که ببلاج نفرمه و نزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خساره تلو خلق که داره يعني کسانه که استادرین قرآن متعلقه بدین متعلقني باجتماع بس بحكم متعلقني بقانون متعلقني بطب متعلقني بأمور خارجية بس متعلقة لو دين كتابك خاصة بدين يعني ونيا شايستي وينيا بقصي وخل كانك وببت منهج جان ببت دستورك ببت قانونك لهمو دوائرك لهمو جيجاك لهمو خصخانك تطبيقي أو قرآني بكري سواكو علاج سواكو قانون سواكو حل مشاكل برانا او قران بخوي اساسا لبدايتي ك خداي رب العالمين ك كم كم داد بزي لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو داد بزي همي احكامو همي بجوري واقعي او زمانانا رويدا هر قضيه رويدا هر سكرايا هر ناخوشك بوا هر خوشك بوا سبب سبرا او قرانا بو سببانا دا بزي همي احكامو همي لو حتى دولة إسلامي هبو عمل بقرآن ذكرى عالم هبو لا 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 هيمني ولا أسودي لا لا يعني لو شتانا دجيا لو خوال صورة مايدة لا لا سيجيان وابزام لدوية الشا لبيرم يا رقم آية كان فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون أو كفاية أول أبو ما أقر 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 توزك توزك عقل ما هذي، أو عندك كفاية، يعني أو قرآن بخوي دستورة بخوي شريعته بخوي علازه بخوي بخوي روناشي قرآن، يعني هرواني أبرين الله ورمضان هاد قرآني بخيني يعني تشيل سر قبران قرآني بخيني، قرآني لو سيب بخوي، ياخد، هذي لو قرآني دخيني أما باقي هناك بار رمضان بي، كقرآني دخيني نو لو دخيني نو، غير هدفك ما هي لو قرآن خيني نو كي. تطبيقي احكام خاني لا قران خينا كي استعمل رمضان قران خيني لو قران خيني وانيا غير لو اويهتا مثلا لا لا روج قيامه بيته وبيش معنى القران خيني لا اي معنى او قران دبي اشتق بي يعني اقل ايش لين بعقلي خوما يعني كابرا با نزانيش بي كابرا با استاجيش نبي ما
با قرآن خینج نبی بز و آق قرآن ور لیق دو آتو آق قرآن تب رمضان دخینی و آتو لو دخینی و لو هندی آتو ک دمری دسیال لروجی حساب آق قرآن با کل کدی داری آور کابره لرمضان آق قرآن خینی باش آق قرآن که دخینم ادیار آق قرآن صرصت آن دپاره خوهر قسمیه همو عمله و همو شریعته و همو احکامه و همو خوشی و همو ناخوشی و همو ششکی دایا و ازا امن دعوة كان يعني لا لا لهمو اواني كا وش كاورا وثاني باعلا كورتي ببرينو باشا همو اواني كا كا نخوشيان هيا ازا همو نوع نخوشيك همو نوع نخوشيك امن 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 بخون بقناعاتي من ولو بخواش بخوش بخوي فرموتي كان فرموتي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يعني شمول يوم نوع نخوشيش لك او كان خوشا ريقاو شويني او قرآن بقري حتما تساق لبيتو ببيع شك تساق لبيتو اما اوي أو اللهم اوي اقليك خواش فايلوني لري هموش من هشفا ملونا لري عندك هذا مرينو عندك هر بمستمري لسزيه لكينو عندك اوزا هركز با اويك خداي رب العالمين لبو ان شاء الله خواش فايهم وصلنا نجد ان شاء الله خداي رب العالمين رجاي راس ودرست ورجاي هداية ما في نشان داو ما مستعليش ماله تمن درجك أو لو خزمتي أو دين فيروز أو لو خزمتي أو قرآن ناز داري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. جزاك الله خير.